اول بنات انا كنت شغاله في مسرحيه السنه فاتت اسمها البريمو مع استاذ محمد نجم، وانا كنت البطله قصاده في المسرحيه. فكان في الفنان احمد الحلواني، وهو كان اشتغل مع النجم مصطفى شعبان قبل كده وليه تجارب مع النجم مصطفى شعبان واحمد استاذ احمد عبد الفتاح. فكان في قال لي ياسمينة انت مش عارفه ايه، عاوزه ابقى اعرفك بمصطفى ده دنيا اعتقد انت موهوبه ومش عارفه ايه ولازم يا بنتي تبقي موجوده ومش عارفه ايه. فقلت له تمام، وفعلا كلم النجم مصطفى شعبان عني وكلم استاذ احمد عبد الفتاح، وانا كمان تواصلت معاهم وكانوا رشحوني لقيتهم بيرشحوني الدور نعيمة دي اللي هي البنت. في الاول زعلت وقلت ايه ده انا مش هشتغل مع مصطفى شعبان، وبعدين ايه قالوا لي معلش بقى وكده، وفعدوني قالوا لي الدور ده لايق عليك احنا شايفينك فيه قوي. عملت اللي هي نعيمة بنت بيعت الشاي الاسكندرانية اللي صلاح عبد الله اللي هو الرازي قابلها وهدلها النصبة وسفر خطيبها عشان يتجوزها، وفي الاخر لما خطيبها قال لها ده هو اللي عمل فيكي كل ده، دبحني من غير سبب يعني. فانا ما كنت متوقعه ان نهايتي مثلا ربنا هيعوضني مثلا واتجوز مصطفى شعبان مثلا، فلقيت ربنا ما عوضنيش ودبحني في اخر مسلسل. صلاح عبد الله طبعا تمثيل يعني صلاح عبد الله قيمه وقامه. كان اولا ده راجل استاذ جدا واب فاضل، فهو كان محتويني جدا والحمد لله. يمكن انا كمان ما قصرتش قصاد ولا تهزيت هزه، وهو كان بيقول كده كمان في اللوكيشن يعني كان بيقول البنت دي حوته يعني. فالحمد لله هو اداني الثقه واداني الراحه النفسيه ان انا اعمل اللي انا عاوزاه وامثل براحتي ونقلني خبرته يعني. هو كان كل ده معايا يعني. فانا لما طلعت بالصوره انا ابو البنات عمل لي نقله، لان الناس دلوقتي الحمد لله عارفاني في الشارع بسبب ابو البنات. انا حبيت الدور ده وكنت حباه وانا بصوره جدا، لان حاسه فيه بنت غلبانه. وانا عمري في حياتي كمان ما عملت طبقه البيعه الشاي، دايما يجيبوني لا اما بنت ناس لا اما مش عارفه ايه كده يجيبوني حاجات ايه يعني، دايما يجيبوني الطبقه العاليه. انا سريه بقى وده بقى خراب بيت وفلوس وبتاعي تضطر تصرف على الدور، فدايما بيجيبولي كده. فانا كنت نفسي اعمل حاجتين، اعمل بنت المتوسطه والبنت الفقيره، وانا ما عملتهمش لغايه دلوقتي. فالحمد لله عملت نعيمه دي بيعت الشاي، وانا استشفيت يعني من القرايه وانا بقرا في اول ما جاني الدور ان البنت مش يعني المفروض جالها جواب وبتقرا يعني بتقرا جواب، ففهمت من الدور ان البنت بتقرا، فالبنت ممكن يعني متعلمه. فقلت هي غلبانه بس ما عملتهاش بالطريقه اللوكال يعني اللي هو بيع الشاي فربطه الربطه ويا واد ويا لا، ما عملتش، لغيت كل الحاجات اللي احنا معتادين عليها وعملتها من شخصيه البنت العاديه جدا ممكن تكون متعلمه بس ظروفها غلبانه فقيره واهلها فقراء. فعملتها من السكه دي والحمد لله الحمد لله كانت نسبه المشاهده عاليه قوي قوي، كمان الاطفال شافوا المسلسل قوي. من مسلسل ابو المنيات وانا شغاله فيه، فكلمه سر استاذ احمد عبد الفتاح جاء لي ياسمينة انا شايفك كده في مسلسل، انا بكتب مسلسل اسمه كلمه سر للطيف، فايه رايك انا شايفك في دور كده اسمه يعني انا مش هقول لك اسمه بس انا شايفك في دور بنت كده متبرده. سبحان الله شايفك في الشاي وبيديكي دور وغلبانه قال لي انا شايفك متمرده، بصيت له كده قلت له مش عارفه، قال لي بصي انا في دور عندي كده انا بصي هكلمك هقولك وما بس وانتهى. ده كان في التصوير بعدين فين ما فيش، لقيت الفنانه سماح انور بتكلمني ياسمينة بقول لك ايه فوتي عليا في الشركه النهارده كذا كذا، قلت لها حاضر. ورحت الاستاذه سماح انور، هي كانت المنتج المنفذ للعمل يعني فنانه سماح انور، ولقيتها بتقول لي بصي في دور عندي استاذ احمد عبد الفتاح كان قايل لي عليكي بس بصي شوفي. فبقرا لقيت الفتاه مش عارفه بتروح طارد هشام سليم، الفتاه مش عارفه ايه، قلت ايه الفتاه ده انا ما اسمعش فتاه واحد فتاه اتنين ده كومبارس فقلت فتاه ايه. فكلمت يا استاذ احمد دي بتمضيني ما فيش الا حلقتين ومكتوب عليهم الفتاه، فقال لي ياسمين عمدي وخلصي الدور كويس انا شايفك فيه. فمضيت وخلاص وانا مش عارفه اي حاجه واشتغلت الدور، ولقيت بقى الاكشن اللي بيحصل ده بقى والحاجه جو ونزل
اكتر حاجه ضحكتني في المسلسل ان قالوا لي اكشن بقى ومطاردات وبتاع، عملت ديل حصان ونزلت بقى في العربيه وايه. اللوك ده كان اختياري؟ اه اختياري، واختيار اللبس كان اختياري كل في كله. بس كان طبعا مع في ستايلست لازم تشرف، يعني لو الستايلست قالت لا معلش ده اوت في الدور مش عاوزاه، في حوار بينك، في حوار. بس كل اللبس كان نزولي واختياري يعني. بس في سقوط حر لا، بصراحه في سقوط حر كانت الستايلست هي المسؤوله عن الجلابيات الصعيدي مش تبعي. فابو البنات كان نص انا ونص يعني اختياراتي ما بين الستايلست حسن مصطفى، كان في تفاوض ما بيننا. اه كذا انا شايفه مثلا الجيبه ومش عارفه ايه. فكان معظم اللوك برضو في مصطفى في مسلسل ابو البنات اختياري. نقول بقى في كلمه سر، انا اللي نزلت جبت اللبس كاملا دون تدخل اي حد في اللبس ده، انا نزلته واخترته وظبطته وحتى تسريحه الشعر وكله. ساعدتني بقى طبعا دنيا اللي هي الستايلست للمسلسل، بس كان كلمه سر يعتبر هو انا كنت متدخله فيه كتير قوي.